دلوقتي شكرا ميرسي اتفضلي. ما هو عارف، هو عارف يا حبيبي. ايه حبيبي؟ لا يا بابا دي قمر، دي على الحقيقه احلى من التلفزيون مليون مره، ومنمنمه كده جميله. طبعا ده انا هعمل معاه البوم دلوقتي. لا البوم ايه؟ اسمعيني بس حبيبي، باي باي. اسمعيني حبيبتي، لازم اقعد احفظ. لا لازم ابعتها لبابا على الواتس دلوقتي، هو مش مصدقني. لا الواتس ما يستناش. ايه ده والله. اتفضلي. لا لازم، يعني انا بقولك بحبك زي اختي. اه يعني باين ان انت صاحبتي كده ولا حاجه. لا حاضر يا حبيبتي. حلوه دي، تحفه، عجبتك؟ تجننت. النبي تسيبيني احفظ. حاضر خلاص. الله يهديكي يا حبيبتي. كفايه لو عايزاني اسمعلك انا قاعده جنبك هنا. حاضر خلاص ماشي. مش هعوزك تسمعيني بس ثانيه هدوء. استاذه عصام على فكره احنا كده متعطلين قوي. ايه ده انت مالك؟ نعم يا فندم. نعم انت. طب والله لما تصوري معاها تاني. اقعدي. لا ده انا هقعد على رجلي. يلا يلا اقعدي حبيبه قلبي. يلا فين؟ مش هنتصور؟ يلا 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 سيبيه. يلا اهو. انا مش فاهمه على فكره استاذ عصام. نعم يلا هنراجع الحوار. شفتي ما حفظتش ولا كلمه. والله انا اسفه. لا اتفضلي حبيبه قلبي. استاذه منى دي بقى شويه ونهدى. حاضر سوري. والله يا قمر والله. خلاص يا حبيبتي عليك حبيبتي. في انت مالك عامله كده ليه؟ اسكتي اسكتي خالص. منمونه دي صاحبتي. منمونه على فكره بقى هي اللي مش فاكراني. انا مثلت معاها كتير قوي بس انا عشان غيرت لون شعري هي اكيد مش فاكراني. اقول لك على حاجه، هي كانت واخده اللوك بتاعي ده في اسيا. ايه؟ يعني كمان؟ واخده اللوك بتاعي حضرتك في اسيا. مش كنتي عامله شعرك كيرلي كتير كده؟ من سنتين؟ الناس الجمهور يشهد. الجمهور يشهد. لا طبعا الجمهور يشهد. اسكتي بقى. لا على فكره انا برضو بفهم كويس قوي. انا ليا زملاء. خلاص خلاص بس سوري سوري حبيبه قلبي. احنا اسفين والله احنا اسفين. يلا حبيبه قلبي ركزي ركزي. لو عايزين يسمع لك قولي. على فكره انت اللي جايبه لنا الكلام. اسكتي بقى سيبيها تركز بقى. سيبيها تركز بس. طب ممكن لو سمحت نهدى يا استاذه بجد عشان خلاص أستاذة نعمل جروب. استاذه عصام انا ما اتكلمتش من بعد الصبح. بعد اذنك يا استاذه نركز في شغلنا شويه. حاضر ميرسي. شفتي قال لي استاذه؟ عمره قال لك استاذه؟ انا مش عارف احفظ. انت اللي شعللتي الدنيا يا بنتي. اسكتي يا اما اسكتي. بره عمر. طيب بره يا استاذ. مش هطلع. انت سكر. انت خطيره خطيره. ما حصلتيش. انت اللي جميله والله. والله خطيره بس سيبيني احفظ بقى. اتفضلي حبيبتي. كل ما اصفالك تعملي كده تاني. عصبيه قوي قوي قوي. يلا يا جماعه ستاند باي. استاذه منى جاهزه؟ ايوه. يلا يا جماعه اكسسوار اتفضلوا. شكرا. انت عارفه يا منمونه حبيبه قلبي لما شفتك دلوقتي وانت بتعملي البروفه حسيت قد ايه انت كنت لازم تركزي. حقيقي مشهد صعب. انت اسمك ايه؟ لهفه. طب يا لهفه احنا مش اخوات؟ مش انا اختك وكده والحب الكبير والكده؟ طبعا. حبيبتي سيبيني اركز 3 دقايق 3 ثواني قبل المشهد. حاضر ماشي. حاضر. اكرهيني. لا ما اقدرش انا بموت. لا. فيكي. لا اكرهيني اكرهيني. خلاص بقى اتفضل يا استاذ. استاذه منى جاهزه؟ ايوه يا فندم. يلا يا جماعه خش كلاك 18/7 اول مره. مره اكشن. انت كذاب وسافري. ايوه طبعا عرفت كذاب. ما حصلش كده. كات. ايه يا استاذه اللي انت بتعمليه ده؟ والله يا استاذ انا بروفيشنال على فكره. انا قديمه في الشغلانه يعني مش اول مره امثل بس هي بجد تمثيلها طبيعي بطريقه خلاني بجد حسيت انا مصدقاها. حبيبتي اقعدي اقعدي يا لهفه. مالكيش دعوه بتمثيلي. ما معلش يا استاذه بنصور يا استاذه. استنى يا سامسونج. اسمعيني اسمعيني. ما تتدخليش بتعملي اللي اتقالك عليه. ما تتكلميش. والله العظيم مش قصدي بوظ حاجه. انا اللي جه في دماغي ان احنا قاعدين دلوقتي في كافيه وانت بنوته بتكلمي خطيبك بتزعقي له متضايقه منه. انا بنوته زيك حسيت بيكي قمت طبطبت عليكي. في واقعيه ده؟ لا لا مفيش واقعيه. خيالك الحلو ده المخرج مش هيفهمه. ها اوكي حبيبتي ماشي. يلا بس بقى. يلا يا جماعه استاذه منى جاهزه؟ ايوه يا فندم اتفضل. 18/7 تاني مره اكشن. انت كذاب وسافل. طبعا طبعا كذاب. اديهولي السافل ده بقى. كات. ايه ايه يا لهفه اديكي بالاقلام على وشك بتعملي ايه؟ اقسم بالله والله العظيم السنس بتاعي كممثله بس قوم ادافع عنه. هو يا حبيبتي المخرج ما عندوش الخيال ده. طيب
انت ايه اللي شغلك مع مخرج مش بيفهم الواقع؟ اكل عيش اكل عيش. اسكتي بقى، كلنا خدامين اكل العيش، كلنا مساحه اكل العيش. اسكتي بقى ارجوكي، ما تتدخليش، هيمشوك يا بنت، هيطردوكي بره. حاضر حاضر خلاص، يمكن هسمع كلمه. والله يا حبيبه قلبي ربنا معاكي، هايله 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 والله. انا ما بين اني لطشك وابوسك مش عارفه اعمل لك ايه. خلاص خلاص ما تضايقيش، انا اسفه والله اسفه والله بقى. والله كان قصدي اساعدك، يعني نبقى بناخد وندي مع بعض مره تانية بقى. حاضر مره تانية بإذن. مع مخرج تاني باذن الله، باذن الله هنشتغل باذن مع بعض. واحد احد باذن الله. اسكتي بقى. خلاص سوري، انا اسفه يا استاذ. اتفضل. يلا يا جماعه جاهزين؟ استاذه منى جاهزه؟ جاهزه يا فندم. يلا اتفضلوا، خش كلاك. 18 7 تالت مره مارك اكشن. طبعا كذاب وشاف. انا اسفه. 10 مرات بقى هنعيد 10 مرات. رايح جاي بقى من شعرها عشان انا لازم. خلاص خلاص مش مصدقه، مش هتضيعي اكل عيشك عشان دي. استاذ عصام بعد اذنك. استاذ عصام ما يصحش، هتصوروا معانا؟ ما يصحش، مش هتصوروا وتطلعوا بره. سيبك منها، هسكتك وبعدين هي تبتدي. ما انت لو مركزه هنخلص من الموال ده كله. اسكتي، انا جاهزه. اطلعي بره. انا جاهزه، مش هطلع بعد اذنك. اطلعي بره يا جماعه، حد يشوف الريت فين. مشيها بعد اذنكم، اطلعوا بره. كلمي بيقول لك بره. انت بره، انت كمان حد. يلا بره بره. انا لازقت في كرسي يا انتاج. الاثنين دول ما ياخدوش فلوس ويمشوا. اتفضلوا كمان، اتفضلوا بره. احنا اسفين يا استاذ. طب اسفين. هي البنت اللي كانت يعني المره دي ما راحتش اللفه. هات لي اثنين غيرهم يا عصام. لا طب انا مش قادره يا جماعه، معلش خدوا من اي تيك ممكن، مش قادره اكمل. ايه لا انت ما روحتيش؟ انا والله فضلت قاعده مستنيه عشان بس اعتذر لك. انا حقيقي اسفه والله، مش قصدي ان انا ابوظ لك المشهد، بس انا بحب التمثيل قوي والله، بحب التمثيل جدا، ونفسي من زمان ان انا اشتغل معاكي، فانتهزتها فرصه لما لقيتك في المشهد، فقلت ليه لا اطلع اللي جوايا. خلاص عارفه والله، يعني فهمتك بس متاخر شويه. متشكره قوي بجد، ومعلش بعتذر لك تاني. انا عايزه اديكي البتاعه دي لان ما بقاش في راكور خلاص. لا والله بجد ده كتير والله. مالك بقيتي ذوق كده ليه؟ خديها يا لهفه. يلا والله متشكره جدا. ايه ده؟ دي هتبقى من يعني اجمل هديه عندي حبيبتي بجد. خدي يا حبيبتي. متشكره قوي قوي بجد. انا بوعدك باذن الله لما ابقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمني وابقى نجمه، اول انترفيو هطلع فيه هبقى لابسه العقد ده. انا هبقى من جمهورك على فكره. متشكره قوي والله، ده شرف والله ليا. والله انا حاسه كده يا لهفه اني هبقى من جمهورك. والله ده شرف ليا جدا جدا بجد. ميرسي يا لهفه. معلش طلب اخير قبل ما تمشي. قولي. مش انا خليتك تكلمني بابا؟ اطلبي لي حلمي بقى اسلم عليه. إذا عشم واكلك، مش عارفه اقول لك ايه بجد. هو بيصور يا لهفه، لو مش بيصور كنت كلمته له. خلاص اوكي مش مشكله، المره الجايه اكيد هنتقابل. يا طبعا اكيد ان شاء الله باذن الله، انا يشرفني يعني. ميرسي يا حبيبتي. ممكن حضني بقى؟ لا لازم. امال ايه؟ ميرسي يا لهفه. ربنا يوفقك ان شاء الله. معلش يعني اتعصبت عليكي شويه. لا خالص والله خالص، ده انا استفدت منك والله حاجات جميله. بس انت كنتي مستفزه شويه، بس يعني معلش والله غصب عني. لا حبيتك حبيت. انا كمان والله حبيت. انا كمان جدا جدا، انا بحبك من زمان يعني. ميرسي. ربنا يوفقك يا قلبي. طب بقول لك ايه يا منمن؟ لا بصي يا لهفه، لو بتحبي لو ما عندكيش مانع. يا حبيبتي انتوا عايزين فشار بس ولا اجيب لكم شوكولاتات وحلويات؟ لا 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 انا فشار بس كفايه. مالك يا حبيبتي ايه؟ خايفه قوي يا بابا بجد. معلش معلش، خايفه يكونوا شالوا المشهد. لا لا ما يقدرش، ده نرفع عليهم قضيه. لا 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 انا متشكره يا مرتدي. لا انا بجد متوتره جدا جدا، وبعدين مش احتمال امضي اوتوجرافات. لا حبيبه خاله ما تقلقيش، انا مش عايزكم تقلقوا، مدام فاتن حمامه في كل افلامها كانت بتبقى متوتره جدا. صح يا خلو. شكرا يا خلو، اصل بجد الجمهور نقده لازع، يعني لو انا ما عجبتهمش هلاقي الرياكشن كده فيس تو فيس. لا معلش، وبعدين اذا حب حد من الجمهور يتصور معاك اوعي إيه تقولي لا. حاضر. خليكي متواضعة طبعا يا بابا. صح نجمة وأبوكي نجمة قديم، إنما اتصوري. صح حاضر يا بابا. بقول لك إيه مرتديلا، هو لو طلعت الموبايل وصورت عادي ولا إيه؟ أصور لك أصلا من فوق. ميرسي شكرا يا مرتديلا. واثق من نفسه. طب يلا يلا نخش. يلا عشان خالته خالته جوه عايز. جود لك. يلا خش برجلك اليمين. أنا عايزك تطمني من ناحيتي، أنا مش ساجنك ولا أحب إنك تكوني متضايقة، بس أنا ما بعملش حاجة ببلاش. يعني إيه؟ يعني انت جيتي معايا الفرح، خرجتك مع الولاد، عملتي لي صينيه بطاطس باللحمه، خليتك تكلمي خالتك. انت كذاب وسافري. طبعا طبعا كذاب. ايوه انا. ايدي اهي ايدي. الله الله.
دي ايد بنتي، دي ايد بنتي ما شاء الله بتمثل وهي سايبه ايدها. ليه ما بتسقفوش ليه؟ ها بتسقفوش ليه؟ ما شاء الله.